يوم 5 مارس سنة 1997 كان اليوم ده ميعاد المباراة النصف نهائية في كأس كرة السلة ما بين نادي حيويل أولون ونادي أكابي تل أبيب. فجأة وعلى الهواء مباشرة بتحصل أحداث شغب قوية جدا جدا، وكانت النتيجة إصابة عدد كبير جدا من الجمهور، ده بالإضافة لإصابات أكتر من لاعب. الشغب زاد والجماهير نزلت الملعب والمشكلة بقت كبيرة جدا. ولكن فجأة بيمسك المايك مدير النادي وواحد من ملاكه في نفس الوقت، وبدأ انه يتكلم مع الجماهير ووعدهم بمفاجأة كبيرة جدا في المباراة النهائية، واللي كان مقرر ليها انها تقام يوم 27 مارس سنة 1997. وبعدها المشكلة اتحلت والامور رجعت لطبيعتها، ويوم 27 مارس سنة 1997 اللي هو اليوم المحدد للمباراة النهائية، كل الجماهير كانوا قاعدين في انتظار المفاجأة اللي وعدهم بها مدير النادي، ولكن المفاجأة ما حصلتش. المفاجأة الحقيقية ان مدير النادي او مالك النادي ما حضرش المباراة اصلا، وبعدها بدأت الجرايد تكتب كلام من اللي قلبك يحبه: اختفاء مدير النادي يتخلى عن فريقه، والمدة 3 اسابيع كاملين مفيش اي خبر عنه نهائي، لحد يوم 20 ابريل سنة 1997 بيظهر مدير النادي وهو مشرف في الصفحات الاولى للجرايد الاسرائيلية كلها تحت عنوان القبض على الخائن نحوم منبار. ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها من مدينة القدس، وتحديدا يوم 18 يونيو سنة 1948 بيتولد الضابط ورجل الأعمال والجاسوس والنصاب الإسرائيلي نحوم أهارون منبار. اتولد نحوم وتربى في أسرة ميسورة الحال، والده كان صاحب مصنع، ووالدته كانت من السيدات الراعيات للمهاجرين اليهود الجدد. كان طموح وذكي ومجتهد لأبعد حد ممكن تتخيله. كان أهم هدف بالنسبة له أنه يبقى اسمه مسموع ومشهور في إسرائيل كلها. من طفولته وهو كان بيحب كرة السلة بشكل جنوني، وعشان كده وأول ما وصل لسن 16 سنة التحق بواحد من فرق كرة السلة اللي موجودة هناك، ويدوب عدت سنة والتانية وراح جاي مقدم نفسه للتجنيد، وبالفعل التحق بالجيش الإسرائيلي بسلاح المظليين. بعدها حصل على دورة للضباط وتم ترقيته لرتبة ملازم، وبعد ترقيته أصبح مدرب في مدرسة الضباط، ووصل لدرجة نائب قائد كتيبة دان شاميرون، وده اللي أصبح فيما بعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وعدت الأيام على كده لحد ما وصل سنه 22 سنة، وتحديدا سنة 1970. في الوقت ده اتعرف على فتاة يهودية كان اسمها جيليا باريب. هو اتجوز البنت من هنا وحاله اتقلب 180 درجة، كل يوم والتاني خناقات مستمرة مع اهله، وده طبعا لانهم كانوا شايفينها لا تتناسب مع مستواهم المادي والاجتماعي على الاطلاق. الاكتر من كده كمان هو عدم انتظامه في الخدمة العسكرية، وعشان كده راحوا جايين مسرحينه من الجيش، وبالشكل ده لا بقى فيه فلوس من الشغل ولا بقى فيه فلوس من اهله، وعشان كده زادت المشاكل اكتر واكتر ما بينه وبين زوجته، لحد ما وصلت بينهم لدرجة الانفصال. المهم انه قعد يلف يمين ويلف شمال ويدور على شغل، مفيش فايدة، لحد ما جت في دماغه فكرة كده انه يعمل مصنع لتصنيع الشنط والاحذية، لكن طبعا صاحبنا معهوش ولا مليم يبدأ بيه، فيعمل ايه؟ بدأ ان هو يستلف ويستدين من كل اللي حواليه، وكل ما يستلف من واحد مبلغ يكتب له شيك، والشيكات طبعا بدون رصيد. فضل بقى على الوضع ده لحد سنة 1974، لحد ما أصحاب الشيكات جابوا آخرهم منه، قاموا جايين لمين بعضهم ورفعوا الشيكات كلها دفعة واحدة، وفعلا اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهر. طيب بعد الموضوع ده بقى يسكت كده ويلم نفسه؟ أبدا، كرر نفس الموضوع للمرة التانية سنة 1981، ولكن المرة دي بقى كان الاتهام الموجه ليه هي تهمة النصب والاحتيال واصدار شيكات بدون رصيد. طيب يتوب بقى عن اللي بيعمله؟ برضه لا. جه سنة 1984 وتم اتهامه هو واثنين من اصدقائه بسرقة مبلغ 2 مليون شيكل،
لكن المرة دي بقى وقبل ما يتم القبض عليه وبطريقة ما نجح انه يهرب عن طريق البحر وسافر على لندن. واول ما سافر على لندن وحط رجله هناك كانت هي دي الخطوة ونقطة التحول بالنسبة له. كان عارف وواثق كويس جدا ان سكة الفلوس مش هتيجي الا بالتجارة، وعشان كده ومن البداية تاجر تقريبا في كل حاجة، فواكه، خضار، ملابس، احذية، حتى العطور والورود، اي حاجة فيها تجارة كان يبيع ويشتري فيها. واستمرت الامور على كده لحد ما حصلت الصدفة اللي قلبت كل الموازين معاه، وهي انه قابل بنت بريطانية هناك اسمها جوي كيدي. البنت دي كانت ظاهريا بتشتغل في الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، انما في الباطن وسرا كده كانت بتشتغل في تهريب ونقل السلاح. معرفته بالبنت دي بقى كانت هي السبب واللي نورت الفكرة في دماغه. فضل يلف ويدور حوالين البنت بطريقته لحد ما عرف منها كل اسرار تجارة السلاح، ولحد ما عرف منين تحديدا هيبدأ طرف الخيط، وكان طرف الخيط تحديدا هيبدأ من بولندا. ولكن العائق الوحيد اللي كان واقف قدامه عشان يبدأ هي اللغة، لانه لا كان بيعرف يتكلم لغة انجليزية، وطبعا ما كانش بيعرف يتكلم اللغة البولندية. قعد بعدها يلف ويدور بعناية شديدة جدا على اي حد يساعده في الموضوع ده، لحد ما فعلا عثر على واحد يهودي اسرائيلي كان اسمه دورون لي. درون كان موجود هناك في بريطانيا بيدرس الاقتصاد، لكن كان جيد جدا في اللغة الانجليزية وكان كمان بيجيد اللغة البولندية، وكان بعد ما بيخلص جامعته عشان يساعد نفسه كان بيشتغل في توزيع الجرايد. من دراسته كده لشخصية درون عرف انه عنده استعداد يعمل اي حاجة في سبيل الفلوس. المهم ان نحوم اتصاحب عليه ووطد علاقته بيه لحد ما الاتنين بقوا اكتر من الاخوات، لحد ما جه في يوم من الايام وقال له شوف بقى احنا بقينا اصحاب وتقريبا زي الاخوات، وعشان كده انا هصارحك واقول لك على اللي عندي. انت طبعا جاي هنا عشان تتعلم وتشتغل وتكسب فلوس، وانا كمان زيك بالظبط، بس انا بقى جاي عشان اكسب فلوس وبس. لكن سكة الفلوس الصح مش موجودة هنا، سكة الفلوس موجودة في بولندا، وكل الخطط والتفاصيل موجودة هنا، وانا كل اللي محتاج له لسان، محتاج لسان يترجم لي كل كبيرة وصغيرة هتتقال قدامي. وانت خلاص خلصت دراستك، يعني القعدة هنا ما بقاش ليها اي صنف اللازمة. قلت ايه؟ وبالفعل وبعد ما اتفقوا سافروا هما الاتنين على بولندا سنة 1988. كان في الوقت ده بولندا بتحاول انها تنفك عن تبعية الاتحاد السوفيتي، وكانت في نفس التوقيت برضو بدأت في تغيير النظام الشيوعي. ولحد التوقيت اللي بكلم حضرتك فيه ما كانش فيه اي قانون في بولندا بيمنع تصدير او استيراد السلاح عن طريق الشركات، وعشان كده واول ما وصل هناك راح جاي نازل على مدينة وارسو. اول حاجة عملها اجر مكتب كبير عشان ياخده مقر وواجهة ليه، وبعدها بدأ في تنفيذ اول صفقة سلاح ليه، وكانت اول صفقة اتنفذت مع واحد بولندي اسمه كشيشتوف براي. الراجل ده كان بيشتغل مدير في واحد من معاهد البحوث الكيماوية في بولندا، وكان الراجل ده تحديدا هو طرف الخيط اللي بدأ بيه. بعدها بقى هما الاتنين ينفذوا صفقات سلاح خفيفة كده بس عالضيق وفي دول افريقيا، يعني مثلا زي كينيا، الصومال، جنوب افريقيا. واستمر على كده لحد نهاية سنة 1989. في الوقت ده بقى كان مين بدأ نجمه يلمع في سماء السياسة البولندية؟ واحد اسمه ليخ فاونسا. الراجل ده كان بيشتغل كهربائي بسيط، وبعدها تدرج لحد ما بقى نقيب العمال في بولندا، وأسس حاجة هناك اسمها مؤسسة تكافل، وده طبعا عشان يساعد بيها العمال والشعب البولندي. حرفيا الراجل ده عمل مجهودات جبارة في بولندا في الفترة من 1980 لحد 1990، لحد ما بقى تقريبا معشوق الشعب البولندي، وبقت الرؤية واضحة وباينة في الآفاق ان الراجل ده هيبقى له شأن قيادي بارز جدا في بولندا. طيب نحوم من بار بقى وبطريقتهم اللي حضراتكم فاهمينها يسيب الراجل؟ طبعا لا، واحد زي ده ونجمه اللي بدأ يلمع في سماء بولندا اكيد طبعا مش هيسيبه. بدأ يلف ويدور حواليه زي الحاوي، مسيرات معاه ماشي، اجتماعات مفيش مشكلة، دعم مادي مفيش مانع. وبالفعل صدقت التوقعات وتم انتخاب ليخ فاونسا رئيس لبولندا سنة 1991. ركز لي هنا بقى، في الفترة دي وأول ما وصل فاونسا للحكم
كان خلاص انهار النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي، وفعليا انهار حلف وارسو اللي كان عامل رعب في اوروبا كلها. وعشان الغرب يضمنوا ان الحلف ده ما تقوملوش قومة مرة تانية، عملوا اتفاقية وسموها اتفاقية اوروبا الشرقية لتقليص الجيوش. وكان من اخطر بنود الاتفاقية دي هي تقليص اعداد الجيوش في اوروبا الشرقية. الاخطر من كده كمان هو تدمير الاسلحة الزائدة عن حاجة الجيوش. كانت الاوضاع الاقتصادية في الوقت ده في بولندا من اسوأ ما يمكن ان تتخيل. وعشان كده قرر الرئيس البولندي ونفاذا للاتفاقية اللي لسه قايل لحضرتك عليها، انه بعد ما يصغر عدد الجيوش انه يقوم ببيع السلاح بدل من تدميره، عشان طبعا بالفلوس دي يصلح الاقتصاد في بولندا. طيب مين بقى في التوقيت ده اللي كان جاهز ومستني الفرصة وعامل حسابه على كل حاجة؟ نحوم منبار. في الوقت ده كان مرتب كل اموره عشان ينتهز الفرصة دي ويهجم على صفقات السلاح. نحوم منبار وقبل كل الفيلم ده ما يحصل كان مشغل دماغه. راح اسس شركة كبيرة اطلق عليها اسم يوريفال هولند، وراح جاي عامل لها دعايه في بولندا كلها، خلى اسم الشركه دي على لسان كل واحد في بولندا. الاخبث والادهى من كده انه راح جاي ضارب صداقه وصحوبيه مع اقرب واحد لرئيس بولندا، وكان هو وزير دفاعه. كان وزير الدفاع بتاعه اسمه فلوريان شبتسكي، وده طبعا عشان تبقى كل الامور قدامه تمام وما يبقاش فيه اي مفر من الصفقات. وبالشكل ده بقى مفيش اي حد غيره قدامهم في الصورة، وقدر انه يقنعهم بانه يبيع لهم كل السلاح اللي موجود عندهم واللي مستغنين عنه. وطبعا ده عشان يريحهم عن طريق الشركة بتاعته اللي سبق واسسها، ده بدل بقى ما يفضلوا يدللوا على السلاح ويعرضوه على كل الدول اللي حواليه. وكل اللي طلبوا انهم يخلوا الدفع مؤجل، يعني يسلموه السلاح وبعد كده هو يبيعه ويدفع لهم ثمنه. نحوم منبار عرف انه يستغل الموضوع ويلعب اللعبة صح. ازاي؟ في التوقيت اللي بكلم حضرتك عنه ده كانت الحرب العراقية الايرانية يدوب لسه منتهية، وكانت ايران عمالة تدلل على كل الدول المحيطة عشان صفقات السلاح، وكانت ايران عندها شراهة شرسة جدا في شراء السلاح، في الوقت اللي معظم الدول امتنعت عن بيع ولو قطعة سلاح واحدة ليهم. وده كان طبعا ارضاء للولايات المتحدة الامريكية، كان بسبب الحادثة اللي عملوها الطلاب الايرانيين وانهم اضرموا النيران في السفارة الامريكية في طهران. وعشان كده وقعت امريكا عقوبات على ايران ومنعت اي دولة انها تصدر لهم ولو حتة سلاح واحدة. المهم ان في يوم من الايام سنة 1991 وصلت معلومة لنحوم منبار ان في مجموعة من رجال الاعمال الايرانيين موجودين في النمسا عشان عايزين يشتروا اي سلاح موجود هناك. اول ما وصلته المعلومة دي قالك بس هي دي الفرصة اللي لا يمكن هتتعوض. راح جاي واخد بعضه مع المساعد او المترجم بتاعه اللي هو دورون لي، وطلعوا هما الاتنين على النمسا. اول ما وصل هناك قعد مع رجال الاعمال الايرانيين وقال لهم حرفيا كده اي سلاح انتوا عايزينه انا تحت امركم فيه، اهم حاجة ان الدفع يبقى كاش وبالكامل. وفعلا مع اول لقاء ما بينهم سلموه قائمة بتشتمل على كل انواع السلاح مع عدد الدبابات والطيارات. والحقيقة ان الايرانيين هم كمان لعبوها صح وعرفوا تاريخ نحوم منبار ده من اوله لحد اخره، وكمان كانوا محتاجين للسلاح وعارفين ان بولندا عندهم مخزون يكفيهم ويفيض، وعشان كده بحبحوا ايديهم مع نحوم على الاخر. وصفقة جابت التانية جابت التالتة لحد ما قدر انه يتكسب من الموضوع ده مئات الالاف من الدولارات، لحد ما جه اليوم وقرروا الايرانيين انهم يجندوا معاهم، ولكن كانت بطريقة خبيثة شويتين. في واحدة من الصفقات اللي كانوا بيقعدوها مع بعضهم او اتفاقاتهم مع بعض، كان من ضمن رجال الاعمال الايرانيين اللي حاضرين الصفقة واحد من ضباط المخابرات الايرانية. اليوم ده تحديدا طلبوا منه صفقة صواريخ بتطلب لاول مرة، كانت من طراز SI-7 سوفيتية الصنع. كان النوع ده بالذات موجود ومرطرط في المخازن البولندية، وكانوا تقريبا زي ما بنقول بالبلدي كده بيدللوا عليه عشان حد يشتريه. طبعا الصفقة بالنسبة لنحوم كانت مغرية جدا جدا، لكن المفاجأة اللي حصلت انهم بعد ما اتفقوا وخلصوا الصفقة اتفاجئ نحوم ان ضابط المخابرات الايراني واللي طبعا ما كانش يعرفه من البداية
وقف الصفقة وقال له احنا مش عايزين منك اي سلاح نهائي. طبعا نحوم لما سمع الكلام ده استغرب جدا. طيب كل اللي انتوا عايزينه وموجود في المخازن والصفقة او الاتفاق وتقريبا كان خلاص بيتم، لغيتوها في اخر لحظة ليه؟ رد عليه الضابط الايراني وقال له صفقة الصواريخ اللي هناخدها منك دلوقتي دي مش هتيجي علينا الا بكل خسارة، لان بعد ما ناخدها منك احنا هنضطر نعدل عليها، يعني ما هينوبنا بس الا زيادة مصاريف. رد بقى علينا حوم وقال له اهدى عليا شوية كده وقول لي على كل طلباتكم وكل اللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم. فرد عليه الضابط الايراني وقال له من الاخر كده، عايز الشغل يمشي ويمشي اكتر من الاول كمان، انا عايز المنظومة اللي عندكم، والمنظومة اللي عندكم دي انا اقصد بيها تل ابيب مش بولندا. انتوا عندكم شركة هناك اسمها شركة الاوف الاسرائيلية، الشركة دي من فترة قريبة ابتكرت منظومة مراقبة ليلية ونيرانية مش موجودة عند اي حد في العالم اللي عندكم انتوا، احنا بقى عايزين المنظومة دي تبقى عندنا احنا. ومش كده وبس، احنا عايزينك كمان تجيب لنا منظومة الاسلحة الكيماوية الهجومية المتطورة واللي برضو طورتوها من فترة قريبة، توفر لنا بقى كل الكلام ده يرجع الشغل زي الاول واحسن من الاول كمان. وما تسألنيش ازاي، زي ما كان سهل عليك توصل لرئيس دولة ووزير دفاعه، بتهيألي سهل عليك قوي انك تعرف توصل لشوية شركات. واضح ولا مش واضح؟ يعني زي ما بنقول كده حطوله العقدة في المنشار. المهم ان نحوم منبار قعد مع نفسه كده ياخد ويدي في التفكير ويشور على شيطانه لحد ما وصل للخطة اللي قدر بيها انه يلسع كل الاجهزة الامنية اللي موجودة في اسرائيل على دماغهم. ومش كده وبس، ده بالخطة دي كان ليه في كل جهاز امني ومصلحة حكومية في تل ابيب بدل الجاسوس واحد واثنين وثلاثة شغالين لحسابه. طيب شيطانه شار عليه بايه بقى؟ قرر انه يضرب كل العصافير اللي حواليه بحجر واحد. اول حاجة فكر فيها انه ياخد بعضه وراح جاي مسافر على تل ابيب. اول حاجة عملها بعد ما وصل لتل ابيب راح رايح لمحامي اسمه افي ريختمان، طلب من المحامي ده انه يعمل له مخالصات في كل القضايا السابقة اللي عليه، لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان نحوم كان ماشي من تل ابيب هربان من الاحكام اللي عليه، وعشان كده طلب من المحامي بقى يعمل له كل المخالصات عشان لحد يطالبه بحاجة ولا يبقى عليه اي مشكلة. وبعد ما خلص بقى مهمته الاولى راح جاي واخد بعضه وطالع على الموساد الاسرائيلي. اول ما وصل هناك طلب انه يقابل رئيس الموساد اللي كان في التوقيت ده اسمه شبتاي شفيط، واللي اول ما شافه بمنتهى الخباسة قال له سامعين عنك كل خير يا نحوم، اخبار اصدقائك الجداد ايه؟ رد عليه نحوم وقال له ما هو عشان الخير اللي سامعينه عني ده انا جاي لكم لحد عندكم، الايرانيين طلبوا مني اتجسس عليكم، عايزين يعرفوا اي معلومة تسليحية عنكم، وانا من ايدك دي لايدك دي واللي اسرائيل تعوزه انا هنفذه بالحرف الواحد. وراح جاي مسلمه قايمة بكل الطلبات والسلاح اللي سبقوا طلبوها الايرانيين منه. رئيس الموساد اول ما سمع المعلومات دي من نحوم على طول راح جاي طالب اجتماع عاجل وهام وضروري جدا في مكتبه. حضر الاجتماع ده رئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس جهاز الشباك ورئيس الاركان ونائب وزير الدفاع عزرا وايزمان ومجموعة من كبار ضباط الاجهزة الامنية في تل ابيب، كلهم كانوا معتقدين انهم قاعدين عشان يوضعوا الخطة اللي نحوم هيتعامل بها مع الايرانيين، لكن ما كانش عندهم الاعتقاد نهائي ان نحوم هو اللي مقعدهم عشان ينفذ خطته عليهم. المهم انهم بعد ما خلصوا اجتماعهم استقروا في الاخر وطلبوا من نحوم انه يكمل تعامله مع الايرانيين، طلبوا منه انه يسيرهم عشان يعرفوا ايه هي نوعية وطبيعة المعلومات اللي عايزين يعرفوها عنهم. بعد ما خلص بقى مع الموساد قلبه اطمن وارتاح على الاخر، قال لك بكده انا ضربت العصفور رقم 2، نفوق بقى ونرتاح عشان نشوف المصلحة الأساسية اللي أنا جاي عشانها. بعد كده بدأ يدور على واحد كان عارف وواثق كويس جدا إن الواحد ده عنده استعداد يبيع أبوه عشان خاطر الفلوس. الواحد ده كان زميل نحوم أيام ما كان هو نفسه شخصيا موجود في الجيش، لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك في البداية نحوم تم تسريحه من الخدمة، لكن صاحبه أو زميله ده كمل خدمته العسكرية. صاحبه أو صديقه ده كان اسمه العميد عاموس كاتسير، كمل في الخدمة لحد ما وصل لرتبة عميد
وخدم كمان في أكتر من منصب قيادي داخل الجيش الإسرائيلي. السبب اللي خلاه يختار عاموس ده تحديداً إن زي ما بنقول بالبلدي كده كان واخدها كعب داير، يعني كان جايبها من تحت ومن تحت قوي كمان. عاموس ده تقريباً لف على كل مكان موجود في الجيش، وكان عنده علاقات مع ناس عدد شعر راسه في الجيش الإسرائيلي، وعشان كده نحوم منبار اختار وأحسن الاختيار مع الشخص ده. المهم إن نحوم بعد ما قعد يلف ودور عليه وصل لبيته، راح له وقعد معاه وقعدوا بقى يسترجعوا مع بعض الذكريات القديمة. وفجأة وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، نحوم منبار راح جاي مطلع شنطة فتحها، موجود جواها 50,000 دولار دفعة واحدة. عاموس كاتسير أول ما شاف منظر الفلوس بالشكل ده كانت عينه هتخرج من وشه. هو نفسه قال في شهادته بعد كده، قال: شعرت في هذه اللحظة بأن بركانا يثور في رأسي. المهم انه قبل حتى ما ينطق بكلمة واحدة، نحوم بقى راح جاي قايله على كل حاجة. قال له حصل كده وكده وكده مع الإيرانيين، ورحت للموساد وحكت لهم على كل حاجة، واعتبر ان الامور هناك تقريبا منتهية. فرد عليه عاموس كاتسير وقال له: طيب لما انت رحت هنا ورحت الموساد وعملت كل ده لوحدك، انت بقى جاي للحد عندي ليه؟ قال له: شوف بقى صاحبي، الشنطة والفلوس اللي فيها كلها ليك وبدون اي مقابل حاليا. انا مش طالب منك غير طلب صغير قد كده، وانا عارف انه بسيط بالنسبة لك وسهل جدا تعمله. انا كل اللي عايزه يبقى لي ايد ورجل وعين وودان في كل مكان في اسرائيل. لو في حركة او خطوة تمت في اي جهاز امني في تل ابيب انا عايز اعرفها. الخطوة الاهم بقى بالنسبة لي دلوقتي، انا عايزك توصلني باهم شخصيات في الشركات الامنية الثلاثة اللي موجودين في اسرائيل، السوليتام شالقون والال اوف والبيت سيستمز. انا بقى عايز اهم شخصيات في الشركات دي يبقوا تحت ايدي، وعارف كويس جدا انك تقدر تعمل الموضوع ده وبمنتهى السهولة، وعشان كده اخترتك انت تبقى دراعي اليمين، واخترتك كمان تبقى الوكيل بتاعي في كل الاعمال اللي هعملها هنا في تل ابيب. وبالفعل وافق عاموس كاتسير على كل الطلبات اللي طلبها منه نحوم منبار. كل اللي قاله عليه نفذه وبمنتهى الاحترافية، وزي ما قلت لحضرتك من شوية كده ان نحوم كان خارج من اسرائيل هربان. عشان يصلح اسمه بقى وسمعته بدل ما هو مفضوح على كل لسان، راح جاي متبرع بمبلغ 1,000,000 دولار للجان الإغاثة والإعاشة اللي موجودة هناك في تل أبيب. تاني حاجة بقى، وعشان يخلي اسمه يلمع في كل الأوساط اللي موجودة حواليه، قرر انه يحقق حلمه القديم. حلمه أيام ما كان بيلعب كرة سلة وهو عنده 16 سنة، حب بقى انه يشتري النادي اللي كان بيلعب فيه. كان النادي اسمه حيويل أولون. عرض عليهم الدعم وشاركهم في ملكية النادي بالنصيب الأكبر، ودفع مبلغ 3,000,000 دولار سنة 1993، لحد ما بقى اسم نحوم منبار معروف ومنتشر أكتر من رئيس الوزراء نفسه. ومش بس كده، ده كمان اتوسع في استثماراته لحد ما تشارك مع بنك اسمه هابوليم. اتشاركوا مع بعض في إنشاء شركة إنتاج طبية اسمها ديسبوميتك. بعدها شارك باستثمارات تانية في شركات أغذية ومطاعم ومصانع وعقارات، وراح جاي معين بقى لإدارة الشركات المدنية دي كلها ابن عم ليه اسمه يوسي ليت. ده طبعا بالإضافة لدراعه اليمين عاموس كاتسير. خلال بقى كل الأعمال اللي كان بيعملها دي، كان دراعه اليمين أو صديقه عاموس كاتسير قايم بمهمته على أكمل وجه. قدر انه يوصله مع كبار واهم الشخصيات اللي موجودين في الشركات الامنية، وعن طريقهم سرب معلومات في منتهى الخطورة. وصلت به الدرجة انه يسرب معلومات عن اسماء فريق الاغتيالات اللي موجودين في الموساد. كان من اخطر الوقائع او العمليات اللي بلغ بها ايران، راح بلغهم عن ميعاد عملية اغتيال هتتم ضد واحد ليهم ايراني اسمه مجيد عباسبور. والراجل ده يعتبر من اهم الشخصيات الايرانية اللي كان شغال في مجال الطاقة وتطوير السلاح الكيماوي الايراني. المهم ان في معلومة وصلت لنحوم منبار، والمعلومة دي طبعا وصلته من واحد من عيونه داخل الموساد. كانت المعلومة دي بتقول بان الموساد بعت 2 من فريق الاغتيالات اللي عنده عشان يغتالوا مجيد عباسبور ده وهو موجود في فيينا. راح جاي على طول مبلغ الايرانيين بميعاد تنفيذ العملية واسماء وصور الشخصين اللي هيقوموا بالتنفيذ. في نفس اليوم بالليل او في نفس يوم تنفيذ العملية بالليل، خرجوا بقى الاتنين بتوع فريق الاغتيالات دول من الفندق اللي كانوا قاعدين فيه
ركبوا دراجتهم النارية في طريقهم للتنفيذ، يدوب بس اتحركوا من قدام الفندق، جت عربية مسرعة من وراهم راحت جاية شايلهم من على وش الأرض. الاتنين ماتوا في الحال. طبعا الكلام ده لما وصل للموساد كان بالنسبة له زي المصيبة اللي وقعت على دماغهم، واستمر على كده لحد نهاية سنة 1995. في الوقت ده الإدارة الأمريكية نشرت قائمة بتضم 4 أسماء، كانوا ال4 أسماء دول لتجار أسلحة دوليين كلهم بيزودوا إيران بالسلاح، وكان نحوم منبار واحد من ضمن الأسماء الواردة بالتقرير. وللسبب ده الموساد أول ما وصلوا علم بالتقرير على طول استدعوا نحوم منبار للتحقيق، ولكن أثناء التحقيق معاه ما قدروش إنهم يمسكوا ولا دليل واحد ضده، ولكن الموساد ما قفلش التقرير على كده، وقرروا بشكل سري إنهم يحفروا ورا نحوم منبار لحد ما يجيبوا قرار كل صفقاته السرية اللي بيعملها مع الإيرانيين. مين بقى اللي وصلوا العلم وعرف إن الموساد بدأ يحفر ورا نحوم منبار؟ دراعه اليمين. دراعه اليمين اللي سبق وقلتلك عليه اسمه عاموس كاتسير. بعد ما عرف المعلومة دي راح جاي واخد بعضه من نفسه كده وطلع على الموساد الإسرائيلي وحكى لهم كل حاجة وبالتفاصيل، من أول زيارة راح له فيها نحوم منبار ومعاه الشنطة اللي فيها ال50,000 دولار لحد آخر صفقة تمت ما بين نحوم وما بين الإيرانيين. ومش بس كده، ده كمان ادالهم قايمة بجميع الأسماء اللي تم تجنيدهم سواء عن طريقه أو عن طريق نحوم. الأسماء دي اللي اكتشفوا بعد كده إنهم عبارة عن مجموعة من الجواسيس داخل جميع الوزارات الإسرائيلية، يعني الراجل تقريبا كان على وشك إنه يجند الحكومة كلها لحسابه. وعشان كده وبعد ما جمعوا كل التحريات عنه وبشكل سري تام صدر قرار القبض عليه يوم 27 مارس سنة 1997، نفس يوم المباراة النهائية لكأس كرة السلة. وبعد ما تم القبض عليه والتحقيق معاه واعترافاته التفصيلية تم الحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة، وبعد ما تم الحكم عليه تم ترحيله عشان يقضي مدة العقوبة في سجن حضريم. وبعد ما قضى تلتين المدة حاول أكتر من مرة إنه يقدم العديد من الالتماسات عشان يفرجوا عنه لحسن السر والسلوك، ولكن مع كل التماس يقدمه كانت الحكومة ترفض الإفراج عنه بشكل تام، واستمر وجوده في السجن لحد ما قضى من عقوبته 14 سنة و6 شهور. في الوقت ده قرروا ساعتها إنهم يفرجوا عنه ولكن بإفراج مشروط، وطبعا الإفراج ده كان مشروط بإنه يخضع للمراقبة مدة مماثلة لمدة العقوبة، ده بالإضافة كمان لمنعه من مغادرة البلاد ومنعه من الاتصال بأجانب ومنعه من المتاجرة والمنع من المقابلات مع أي وسيلة من وسائل الإعلام. في النهاية عايز أقول لحضرتك إن القضية دي كانت حرفيا عبارة عن كتلة من الفضايح المتسلسلة للحكومة الإسرائيلية اللي كانت على وشك إنها تطيح بكل أعضاء الحكومة في التوقيت ده. لحد هنا بتخلص حلقة النهاردة، ويا رب ما كونش طولت عليكم، ويا رب أكون قدرت أفيدكم. عاشت الأمة العربية، وعاش الشعب المصري العظيم، وعاش الشعب العربي العظيم. عاشت الأمة وتحيا مصر. سلام عليكم.